قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. احتفلت النجمة الكبيرة نيلي بعيد ميلادها 70 مؤخرا وسط مجموعة كبيرة من نجوم الفن، حيث حضر حفل عيد الميلاد أجيال مختلفة من الفنانين وأيضا أبنائهم. هنا ده أحدث ظهور ليها من حوالي 4 أيام، ونشره النجم وليد توفيق على حسابه على انستجرام، ورصد فيديو من عيد الميلاد حضور كل من يحيى الفخراني وسمير غانم ويسرى وهاني شاكر ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين وليلى علوي. كلهم كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادها 70، وأيضا حضر وفاء عامر وأشرف عبد الباقي ومي نور الشريف والمطربة أمينة وكارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وصابرين والدكتور حسام بدراوي. ورغم أن عيد ميلاد نيلي في 3 يناير بحسب العديد من المواقع الأرشيفية، إلا أن الفيديو انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على انستجرام، وقام النجم وليد توفيق بنشره عبر حسابه. وقال وليد توفيق تعليقا على الفيديو: عقبال المية للغالية نيلي، وإن شاء الله دايما يكون صوتي فرح في أعياد أحبائي نجوم مصر الحبيب. وده احتفال برضو بالنجوم بعيد ميلاد نيلي في 17 يناير 2019، وظهور نادر لإيناس مكي اللي هي أخت أحمد مكي. هنا إيناس مكي مع نيلي. نيلي طبعا أبهرت الناس بجمالها رغم إنها في 70 من عمرها، محتفظة لسه جمالها ورشاقتها. كل مصر بتحب نيلي. وتامر أمين حضر كمان عشان يبارك لنيلي. أما نيلي فقد ولدت في 3 يناير عام 1949، وهي من أصول أرمينية من حارة الجب في مدينة حلب بسوريا، وهي أخت الممثلة المصرية فيروز وابنة عمة الفنانة لبلبة. ودي صور وهم صغيرين. قصة زواج نيلي لم تتكرر كثيرا، فقد تزوجت نيلي في حياتها مرتين، الأولى من المخرج حسام الدين مصطفى، حسام الدين كان برغم السن بينهما رجلا رائعا يحضر لها بوكي ورد يوميا خلال التصوير، فولد الحب في القاهرة وترعرع في بيروت الساحرة، وشهد ملهى الكاف دوروا في شارع نيلي أيام شبابها. ما اختلفتش كتير. الحمرة الشهير بوسط العاصمة اللبنانية قصة الحب القوية التي جمعتهما. وبحسب مجلة الشبكة اللبنانية، فإن المخرج المصري طلب يدها للزواج في الملهى، ثم قدم لها خاتم الخطبة والذي قدر ب1500 جنيه، وكان مبلغ باهظ الثمن آنذاك. ولم تتخلى نيلي وقتها عن طباعها المرحة المألوفة حتى وهي عروس. الزواج لم يستمر طويلا للأسف، حيث طالبها حسام باعتزال الفن، وهو ما رفضته بشدة، وتأكدت أن الحياة بينهما باتت مستحيلة، فكان الانفصال هو الحل الوحيد. حسام طلب يد نيلي في الكاف دوروا. دي صورهم مع بعض مع حسام الدين مصطفى. والزيجة الثانية من الموسيقي مودي الإمام نجل المخرج السينمائي حسن الإمام وأخو حسين الإمام. ده مودي الإمام حسين الإمام اللي هو جوز سحر رامي. بزغت موهبة الفنانة نيلي منذ طفولتها، حيث شاركت في أفلام عديدة، وشاركت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في المسلسل الإذاعي شيء من العذاب،
في عام 1966 حصلت نيلي على أول بطولة مطلقة لها في السينما، وكانت في فيلم المراهقة الصغيرة. برعت نيلي في الاستعراض وقامت ببطولة فوازير رمضان لسنوات عديدة، ومن بينها فوازير عروستي، وفوازير الخطبة، وفوازير أم العريف، وفوازير عالم ورق، وفوازير الدنيا لعبة، وفوازير زي النهاردة، وفوازير صندوق الدنيا، ومن مسلسلاتها مبروك جالك ولد، وحبيبي الذي لا أعرفه، ومن أشهر أفلامها بيت الطالبات، أسرار البنات، خطيئة ملاك، قط الصحراء، ميكانيكا، مع تحياتي لأستاذي العزيز، ولحظة ضعف، والغول. دي مع صباح. ودي صور لنيلي في مراحل مختلفة من حياتها. نيلي الجميلة. ومعاكم صور بقى لفيروز وحياتها، هسيبكم تقروها مع موسيقى.